فاش كتجي خالتك من فرنسا وكتقول لك بنتي خطبها بيلوط وما بغاتش. مرحبا بك اختي فتيحه، نهار كبير هذا ملي زرتينا. اها خالتي مرحبا بك عندنا، راه فرحت بزاف ملي جيتي. يخطفو كنا ما جيتش. ترحب بكم الجنه، تبارك الله تبارك الله، والبنيته كبرات ما بقى خاصها دابا والو غير الزواج. اي اختي مالها غادا تبقى صغيره، راه ضروري ما غادا تكبر. ولكن راه تبارك الله اكبر الضاغي، هذيك النهار كانت صغيره كانت قد هكا، كانت كدير لي كوج وهذا. شو سبحان الله دغيا الناس كيكبروا. امتى كبرتي انت يا بنتي؟ امتى؟ انا غير البارح ما لقيت ما يدار قلت نكبر شويه. الله يهديك. اغي سولتك مالك كتعصبي ضاغي؟ عرفتي بنتي تبارك الله قياس الخير قدك. قال اشنو ولات دابا؟ ولات مضيفه الطيران في المانيا، ولات هي اللي كتصاوب الطيارات وكتلوحهم كيطيروا. هاي بدات عاوتاني. أيها خالتي مزيان، الله يسهل عليها. لا الحمد لله ربي مسهل عليها، يبعد عليها عينين ديال البشر. وتي شنو درتي؟ والو خالتي انا عا كناكل وكنعس، ارتاحيتي دابا؟ يعني ما درتي والو في حياتك. مسكينه ما تخطبتي ما خدمتي ما والو، غتبقاي بحال هكا حتى تموتي. المهم انا بنتي في الخدمه تحترموها. تصوري معايا ما كتدخل الخدمه تيدي ولا ها فهمتي تيديرو لها، ولكن غاجا خطبها واحد البيلوط شهوة منو ما نعاودش لك. عرفتي كي داير؟ هاكا بالزين وما بغاتوش. قالت لك لا، قالت لك لا ماما انا كنكون ديما في السما ما نقدش ناخذ شي واحد تهوى في السما، فهمتي بغات شي واحد يكون على الارض، فهمتي؟ قالت باش المره ما تبقى تهبط عندو. ايها اختي فتيحه عندها الحق، خليها فرحتها تبدل شويه، ما تبقاش ديما غير السما السما، فهمتي؟ خليها هي شنو باغا. وياها اختي، ولكن تبارك الله بنتي شمنك يا زين، شمنك يا شعرطة بزعر، عيني خضرين وجهها وتشعل هوك بيض بيض بيض، ما فيش نقطة ديال الحبوب ما فيش. سحاب لك فحال وجهنا، عندنا اللحية وكنحسنوها، يا ما عندهاش اللحية في وجهها، ما عندهاش ولو زغبة في وجهها، زغبة ما عندهاش. راك عارفة بنتي زيادة وخلق تما، راه فهمتي راك عارفة كي غادي يكون داك الشيء. عرفتي ها ها فين بانو حنا، ولكن راه تبارك الله صلى على النبي راه ما تتخش ما تتخش. علاش كنت هابطه للمغرب؟ قلت لها يلاه تهبطي معايا للمغرب. قلت لي لا ماما تتخنق. قلت لها صافي بقايا بنتي في لافرونس، شنو نجيبها انا للمغرب نعطيها الزيت البلديه واتاي تموت ليا؟ لا بنتي ما كتاكلش داك الشيء، انت كتاكل هذاك الشيء ديال لي صالاد وداك الشيء ديال لي فخوه ماك فهمتي، داك الشيء ديال لهي فهمتي بنتي، ما كتاكلش داك الشيء ديال هنا. لا وواحد النهار كنت مخرجاها معايا، تخيلي معايا جا وقف علينا هذاك رئيس الولايات المتحده هذاك، ما عرفت نسيت على سميتو، قال لي بنتك بغيت نخطبها. قلت له شنو؟ قال لي بنتك بغيت نخطبها بغيت نتزوج بها. انا ضغطت انا صحاب ليا عاد قبل ساعه، قالت له لا، قلت له بغيت نكمل قرايتي. قلت له بغيت نكمل قرايتي، شنو صحاب ليك عاد تقول له كانت قرا مزيان تبارك الله صلى على النبي، قالت له بغيت نكمل قرايتي. صافي هو ما بغاتش تدوز له، ما بغاتش تصات له، ابش حماق السيد، مش حماق دابا ما عرفت فينا هو. هاي 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 كاع خطبها رئيس الولايات المتحدة وما بغات. لا باينه هو اللي حماق ملي مشى يخطبها. فاطمة هاني ساكتة ماما، مالي شنو درت؟ راه كنجاوب خالتي، خليني نجاوبها، عزيزة عليا شي والله إلا مقطرة عليا من عيني، والله إلا عزيزة عليا. أنا ما كانتش بداك الحب اللي فيا نشدها نشف ليها على دماغها، ولكن راه تنحتارمها وعزيزة عليا. خليها أختي دوي فرحتها، مالك كتقمعيها؟ شوفي كي ولات مكوفة بكثرة القمع، شوفي حالتها، شوفي حالتها كي ولات. مالها خالتي حالتي؟ كي جاتك؟ لا والو بنتي، غير وجهك ولا كحال كي شي دنجالة، شوف كي داير، شوف مصدي كي شي حديدة. أما شعرك بلا ما ندوي عليه، عرفتي فاش دخلت؟ أنا صحاب ليا عندك عشي عش فوق راسك، تقول عشي خنشة ديال التبد، شو شعرك شو حاجة كي تجيك تشعل فيه العافية تشبك. أما بعدا وجهك راه محبب بعدا بلا ما نعاودو، مال وجهك داير بحال هكا؟ واش ما عندكمش البامض؟ واش بغيتي تشريوش البامض؟ سير يا بنتي شريلك بامض واعتني بوجهك شي شوية، شوف وجهك كي محبب كي طبسي العدس، مالو داير بحال هكا مالو؟ لا عرفتي كنا كنتي عندنا تما بعدا، كنا كنتي عندنا تما كنا رجموك بالحجر، صراحة تما ما كيأمنوش بالجنون، ولكن يشوفوك تما بحال هكا يقولوا عشي عايشة قنديشة خارجة من الواد، أو بزاف. شوفي حالتك كدا، شوفي كي وليتي ولا مالك وليتي غلايضه بحال هكا، وليتي كي بوديزه ديال الزيت بحالها، ما بقى بينك وبين البوديزه حتى شي حاجه، وليتي بحالها. مالكي واش كتبقاي عاد تاكلي؟ ايوا شتك تجلس كتلوح لي الهضره نيشان، وتي ذوقك اخالتي نغلاط كيف ما بغيت، اديها فراسك شويه، واش كناكل مثلث الشباك؟ فاطمه احترمي خالتك، اش كتقولي لي هذيك الهضره؟
واخي خليها اختي، مالكي مازال كتقمعي فيها مالكي، خليها تدوي. اسمعي بنتي ما تقلقي ما والو، انا خالتك غير كنضحك معاك. المهم اختي فاتحه، انا نايضه نوجد الغداء، انا غادي ندير اليوم غير المرقه بالبطاطا فريت. لا اختي ما تقوليهاش، علاش نتوما واش باقين تتاكلوا المرقه؟ اي خالتي مازال تناكلوا المرقه وتناكلوا تتبن مره مره، تناكلوا ربيع، مازال تنصبنوا جهه الواد تندوشوا في الواد، مازال تنضووا عب السمع وتنشعلوا العافيه بالحجر، مازال خالتي قدام حنا. فاطمه هنينا، واش عم قديما ندوي معاك؟ اي اختي فاتحه راه تناكلوا المرقه. علاش؟ اوف لا لا سكتي سكتي، عرفتي كنسمعها تضغني قلبي. بزاف لا، حنا تما ما عندناش المرقه، حنا عندنا غير الصلاه تما، عندنا داكشي خفيف. او نتوما ما كتقنعوش من هاد المرقه، ديما تمرقوا تمرقوا تمرقوا، مالكم؟ لا حنا عندنا داكشي خفيف خفيف وزوين، وفهمتي وكيحافظ على الصحه، فهمتي؟ يعني داكشي ما فيهش الزيوت نهائيا، فهمتي؟ حنا عندنا تما داكشي زوين انتك، ولكن ماشي حنا اللي كنطيبوا، غير الخدامه اللي كيطيبوا. حنا ما تنحطوش يدينا في شي حاجه. واش حنا في 2021 اختي ومازال كطيبي انت؟ راه ما يمكنش ابوسي حنا تما تطيبوا لنا الخدامه، ما تحطوش يدينا في ديك الماكله. لا ماشي هكاك اختي، غير حنا ولفنا. دخلت عليك بالله ماما ما تجاوبي انت، خليني نجاوبها انا. المهم خالتي، حتى حنا كانوا عندنا الخدامه، شتيها الدار شتيها صغيره وحكرتيها، عرفتي كانت قداس كانت كيشي قصر، كنا على بغينا نمشيو للكوزينه كنا كنكبروها في الطريق، فهمتي؟ كنا كنسافروا باش كنوصلوا للكوزينه كنا كنعياو عليها صغرنا، فهمتي؟ كانت اتساع كيصخصخنا. حنا تصوري يا خالتي العشاء كانوا كيجيبوا لنا الخدامه في الطاكسيات، فهمتي؟ كان كيوصلنا في الطاكسيات يا خالتي. وبالنسبه للغدا كنا كنتغداو كيجيبوه لنا في الترانات، فهمتي؟ كنا كنتغداو في الترانات، لحقاش الطاكسيات كانوا كيتعطلوا، حنا كان كيجينا الجوع، عليها دوزنا السكه وسط الدار، فهمتي؟ السكه داس هكا خالتي وسط الدار. وبالنسبه للفطور خلاص، الفطور كنا كنفطروا لها في هذيك القهوه اللي تما، لحقاش كان حنا عندنا كلشي وسط الدار، فهمتي؟ كانت عندنا قهوه بالصبايه ديالها وسط الدار، فهمتي؟ كان عندنا كل شيء يا خالتي اللي بغيتي تلقاي، شتي تزيديها شويه لقدام، كانوا عندنا الاسواق، كان عندنا سوق الحاد، سوق ثلاث، سوق الاربع، شتي الا زدتي شويه لقدام عاد تلقاي سيدي علال التازي، فهمتي؟ تزيدي شويه تلقاي لابلاج، عاد تلقاي بيسين، فهمتي؟ يعني كان عندنا كل شيء، كانت عندنا الدار خالتي بحال شي زاويه، فهمتي؟ كانوا الناس كيجيو عندنا من الطاليان باش يجيو يجلسوا عندنا هنا وياكلوا، فحالك انت يا خالتي دابا جيتي تاكلي مو ما علينا، كانوا كيجيو عندنا الناس بعاد كيجيو ياكلوا هنا، حنا فهمتي كنا كنرحبوا بهم، ما نقدروش نقولوا لهم سيروا فحالكم، فهمتي؟ حنا كنا الدار الكبيره يا خالتي، فهمتي؟ ومهم بالنسبه خالتي الفلوس، حنا كانوا عندنا الفلوس، كانوا عندنا هكا الفلوس يا خالتي هكا، بكيت هاد الفلوس اللي كانوا عندنا ما لقينا واحد النهار ما نديرو بهم، خرجناهم حناهم في الزنقه. اي 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 لحتهم كاع، اي يا خالتي حناهم في الزنقه ماما سوليها، وكثرت هذيك الفلوس اللي كانوا عندنا بزاف، والبنوك البنوك، البنكه واحد النهار عيطات لينا، قالت لينا اجيو هزوا علينا فلوسكم، قالت لينا ما لقينا فين نديروه، صافي حنا مشينا هزيناهم. تنقول لك اخالتي هذا الشيء اللي انت كتقولي فيه دابا اللي مشيتي تلهيه ودرتيه، حنا خالتي درناه في بلادنا، فهمتي؟ حنا كنا لاباس علينا مزيان، هذا الشيء كامل كان عندكم. اخالتي ونزيدك، كانوا عندنا 13 خدامه، تصور معايا خالتي 13 خدامه تيسخنوها اتاي، ومع ذلك زدنا 36 خدامه. زدنا 36 خدامه على ود باش يعاونوهم تسخن اتاي، لحقاش كانوا كيتعطلوا علينا خالتي. حنا كنا خالتي ملينا داكشي بكثرات ما كجالسين ما تنديو حتى شي حاجه، ولينا كنقنطو، فهمتي؟ يعني دابا ولينا كنوضو كنديرو الشغل، حيدنا داكشي كامل ولينا تنبغيو نعتمدو على راسنا، فهمتي؟ تبارك الله صلى عمبي. ولكن هادشي ما جانيش غريب، لحقاش حنا تما في لا فرونس عندنا جوج قصوره، عرفتي يا خالتي شنو غادي ديري انت؟ عتنوضي تمشي بحالك وعترجعي من جيتي، ولا عنضرب امك بهاد الشبكه. ويلي فاطمه حطي الشبكه واش هبلتي؟ سكتي ماما ما كاين لا فاطمه دابا لا والو، او من قبيله وانا ساكته. شنو انت ما كتقاداش عاد تيلي مشيتي لديك فرنسا تشول كلب الكحله؟ او بزاف ملي كتجيو تي طالقه السلوكيه ما كتعياش ما كتساليش من الكذوب، او بنتي خطبها بيلوط، بنتي خطبها وزير، بنتي خطبها، او هاد البيلوطاج هادو كاملين بانت ليهم ع بنتك، تيخطبوا ع بنتك صافي تيبقاو غير يخطبوا فيها. الله يهديك اخالتي، الله يهديك بنتك على مزينها، تقول عا بلاش قاتلوا العطش كيلو ديال الكفته، شوف جاها كي داير مضروب فردي خاوي، اللي سمعاي بات هنا ما تشوف فيها لا محمله شاده في الحبل. الله يهديك اخالتي، سكتي من الكذوب شويه، ما تضريني انا في راسي، اش نعدي نوضي دابا تمشي بحالك
جيب لها ماما الباليزه ديالها. نوض 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 يا شعيب نجي نوض خلاص تلقيني حتى انا خليني حتى الله يهديك فاطمه انا جيت طلقتك من انا خالتك شوهتينا نوضي سيف الله يهديك تلقيني.